مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بيتزا صغيرة للمناسبات ولأعياد الميلاد. عنا عجينة الباف باستري، جبنة مازوريلا، زيتون، فليفلي حلوة حمراء وخضراء، بصل، ملعقة صغيرة شراب حبق وربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة حبق كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بقطع العجينة بهيدا الشكل، هلا بحط العجينة على ورق الزبدة، بعملها بالنص بهيدي الطريقة. هلا بحط الملح والحبق فوق الشراب، وحطيت كمان حوالي ملعقتين طعام مي، بحركهم منيح. وبحط على العجينة بهيدا الشكل، كمان بحط شوي بصل، فليفلة ملونة، زيتون، وهلا ابرش الجبنة على الوجه. عم حمل فرن اكيد على درجة حرارة 250، هلا بحطهم بالفرن. هيدي البيتزا اللي عملتها انا وياكم، ما اخذت وقت بالتحضير، وهيدي العجينة من الاسفل. هيدا الشكل النهائي. هيدي البيتزا الصغيرة اللي عملتها انا وياكم. طريقة تحضير كرات الجزر، عنا كوبين جزر مبروشين بهيدا الشكل، كوب سكر، نص كوب جوز الهند، ملعقة طعم موارد، ملعقة طعم زهر، فستق حلبي للزينة، وجوز الهند كمان للزينة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط الجزر بالطنجرة، كمان السكر، الماء زهر، والموارد، بحطهم على جنب وبتركهم منقوعين حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة بس داب السكر بهيدا الشكل تقريبا، داب صار في مي. هلا بحطهم على الغاز وبحركهم، بحركهم لتأكد انه السكر داب منيح. بس تأكدت انه داب السكر بهيدا الشكل بالكامل، هلا بتركهم ليغلوا على الغاز. بس غلو بهيدا الشكل، هلا كل شوي بحركهم شوي لتنشف المي. بس نشفت المي بهيدا الشكل، هلا بحط جوز الهند. كمان بحركهم مع بعض. هلا بطفي الغاز وبتركن على جنب ليبردوا منيح. بس بردوا وصاروا بهيدا الشكل، هلا بشيلن وبعملن كرات بهيدي الطريقة. بضغط عليهم اكيد عشان شوي بيكونوا منشفين بهيدا الشكل. كمان بغطى بجوز الهند. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل كرات، هلا برش رشة فستق حلبي خفيفة عليهم. هولي كرات جوز الهند والجزر اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.